بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يسعد جمعية حماية اللغة العربية بالقاهرة بالتعاون مع ملتقى الدارين للتعليم الإلكتروني المجاني عن بعد تنظيم هذه الفعالية المشتركة بين الجهتين في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير، وأيضا في إطار خيمة رمضان الإلكترونية التي تقام في ملتقى الدارين للتعليم الإلكتروني. في البداية أحب أن أنوه أن المتحدث معكم هو محمد صلاح جمالي، عضو مجلس إدارة جمعية حماة اللغة العربية، لحين وصول فضيلة الدكتور عصام القطقاط أستاذي وعضو مجلس إدارة جمعية حماة اللغة العربية والشاعر وزوج ابنة المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي. ونحن هنا نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم نصر المنسق العام لملتقى الدارين لتعاونه الشديد مع جمعية حماة اللغة العربية وغيرها من الجمعيات والفعاليات الثقافية في مجال نشر العمل التطوعي ونشر الأفكار الثقافية والتعليمية لكل الشباب المصري والعربي على شبكة الإنترنت. كما توجه بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد زوبع الذي استضاف هذه الجلسة العلمية من القاهرة ويسر لنا كل السبل لتفعيل هذه المحاضرة لكم. كما أحيي أستاذي الأستاذ عبدو جلاب عضو جمعية حماة اللغة العربية والذي نشرف بوجوده معنا في هذه المحاضرة. لحين وصول الأستاذ الدكتور عصام القطقار فهو على وصول بعد دقائق قليلة نظرا للازدحام الشديد في القاهرة في هذه الآونة. أحب أن أعرف في البداية بجمعية حماة اللغة العربية. جمعية حماة اللغة العربية بدأت فكرة على يد الإذاعي الراحل الأستاذ طاهر أبو زيد عندما كان يقدم برنامجا في شبكة البرنامج العام أسماه أسبوعيات طاهر أبو زيد، كان يذاع بعد منتصف ليلة كل جمعة، ودعا إلى إنشاء ما يسمى بجبهة حماة اللغة العربية. كان ذلك عام 1997، تدفقت إليه آلاف الرسائل من مصر والوطن العربي تؤيد هذه الفكرة وتريد الانضمام إلى هذه الجبهة. وكان شغله الشاغل هو الحفاظ على اللغة العربية لا سيما في الإعلام الذي قضى فيه كل حياته. بعد ذلك تبلورت لديه هذه الفكرة، ففي عام 2000 نجح في تحويل الفكرة من مجرد جبهة لحماية اللغة العربية إلى إنشاء جمعية أهلية أسماها جمعية حماية اللغة العربية، وأشهرت في 8 نوفمبر عام 2000. ضمت الجمعية مع سيادته مجموعة من كبار الإذاعيين في مصر والوطن العربي المحبين للغة العربية، بالإضافة إلى بعض أساتذة الجامعات سواء كانوا متخصصين في اللغة العربية أو محبين لها، وبعض الشعراء وغيرهم من وغير ذلك من المهتمين باللغة العربية. كانت الجمعية في بدايتها تعتمد على مجموعة من الأنشطة ولا تزال حتى الآن. وأحب أؤكد في البداية أن كل أنشطة جمعية حماة اللغة العربية هي أنشطة تطوعية مجانية تهدف إلى خدمة اللغة العربية وخدمة المجتمع دون أي مقابل. جمعية حماة اللغة العربية تنظم مجموعة من الأنشطة. أولا الندوات الثقافية التي تقوم الجمعية بتنظيمها في السبت الثاني والرابع من كل شهر بمقر الجمعية بالعجوزة بمحافظة الجيزة بمصر، وتستضيف فيها كبار الشخصيات المحبين للغة العربية والغيورين عليها من أجل إثارة اهتمام هؤلاء المسؤولين بأهمية اللغة العربية في الأنشطة أو الفعاليات التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية في العديد من الأنشطة الثقافية خارج مقرها كالندوات والمؤتمرات داخل مصر وخارج مصر في بعض الأحيان. وعلى فكرة أحب أن أنوه أن الأستاذ الدكتور عصام القطقاط وصل حالا إلى مقر الندوة وسنلتقي به بعد دقائق قليلة بعد أن يلتقط أنفاسه. أكمل لكم أنشطة حماة اللغة العربية في تنظم بعض الأنشطة كما ذكرت وتشارك في بعض الندوات في بعض الأحيان في المجلس الأعلى للثقافة، في مجمع اللغة العربية ساقية عبد المنعم الصاوي، بعض المدارس الجامعات. بالإضافة لهذه الندوات تعتزم الجمعية أيضا إصدار مجلة ورقية وأخرى إلكترونية على شبكة الإنترنت تهتم بكل ما يتعلق باللغة العربية وعلومها وأدابها.
أما الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الجمعية، فتقوم الجمعية أيضا بعمل بعض المسابقات، سواء كانت المسابقات في مجال الإبداع كالمسابقة التي نظمتها الجمعية منذ عدة سنوات لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أسمتها الجمعية في ذلك الوقت عسل النحو. كما نظمت الجمعية في العام الماضي مسابقة عن طريق الشاعر الكبير محمد التهامي عضو جمعية حماة اللغة العربية، والذي تبرع بهذه الجائزة، وقدمت لثلاثة من الشعراء على مستوى الوطن العربي في مجال الإبداع بالشعر الفصيح، بالإضافة لبعض المسابقات التي تنظمها الجمعية على شبكة الإنترنت، وهي مسابقة كتاب لك التي تنظم من خلال مجموعة الجمعية على الفيسبوك، وهذه المجموعة تحمل اسم جمعية حماة اللغة العربية مصر، وتمنح الجائزة لمن يتوصل إلى حل أسئلة لغوية سريعة، لن أقول سهلة، لكن الهدف الأساسي منها هو ترغيب الجمهور في اللغة العربية بشكل جذاب، بالإضافة إلى بعض المشاركات التي تتم من بعض الشباب المتطوعين مع الجمعية على الإنترنت، مثل تقديم بعض المعلومات اللغوية. فإحدى المتطوعات لدينا أميرة نجم تقدم مساهمة شبه دائمة تسمى بيت العربية، تضم مجموعة من الطرائف اللغوية والدينية والأدبية. الجمعية أيضا نظمت في الفترة الأخيرة مجموعة من الورش التدريبية المجانية لرفع المهارات الأساسية في اللغة العربية، لا سيما للمترجمين والإعلاميين في المكتبات العامة، ألقاها تطوعا وليد شكر عضو جمعية حماة اللغة العربية، كما ألقى المترجم الكبير الأستاذ محمد الخولي عضو الجمعية ورشة تدريبية مجانية لتأهيل شباب المترجمين في مجال عملهم. وتعتزم الجمعية تفعيل هذا الأمر في الفترة القادمة. نظمت هذه الأنشطة داخل القاهرة، نظمت ورشة أخرى في الإسكندرية، نظمت الجمعية ملتقى مع شباب مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. تعتزم الجمعية في الفترة القادمة تكثيف الأنشطة التطوعية الخاصة بها في كل مكان، وها هي معكم من خلال ملتقى الدارين على شبكة الإنترنت. أما عن موضوع ندوة اليوم، فهي دور مؤسسات المجتمع المدني في النهوض باللغة العربية، ولا شيء أقوله أكثر من ذلك إلا بعد أن يتحدث أستاذنا الدكتور عصام القطقاط. فهذا الموضوع كان محور مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي انعقد خلال شهر مايو الماضي، ودار حول الجمعيات المهتمة باللغة العربية. جمعية حماة اللغة العربية بالمناسبة هي ثاني الجمعيات المهتمة باللغة العربية في مصر بعد جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية التي أشهرت عام 1992. أيضا هناك بعض الجمعيات الأخرى مثل جمعية المترجمين واللغويين المصريين، والجمعية المصرية مترجمين، والجمعية المصرية لهندسة اللغة، والجمعية المصرية لتعريب العلوم، وغير ذلك من الجمعيات، بالإضافة إلى بعض الجمعيات في الوطن العربي كالجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، جمعية الدفاع عن اللغة العربية بالجزائر، جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المجلس الدولي للغة العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لجنة التمكين للغة العربية في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى بعض المساهمات الفردية التي تتم في حماية اللغة العربية من بعض الجمعيات الأخرى داخل وخارج الوطن العربي، وبعض المساهمات التطوعية الإلكترونية التي تأتي من بعض الشباب المتطوعين من خلال مجموعات الفيسبوك وغيرها من المجموعات الأخرى. جمعية حماة اللغة العربية ترحب بأي أنشطة تطوعية يمكن أن تقدمها لسيادتكم. ممكن التواصل عبر جروب الجمعية على الفيسبوك أو مجموعة الجمعية على الفيسبوك جمعية حماة اللغة العربية مصر، أو البريد الإلكتروني للجمعية humatarabia@gmail.com humataraabook@gmail.com، أو هاتف الجمعية 016-105-8106. والآن سوف نلتقي مع أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور عصام القطقاط عضو مجلس إدارة جمعية حماة اللغة العربية، والشاعر الكبير وزوج ابنة المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي، ليلقي لنا إطلالة جميلة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في النهوض باللغة العربية. وسوف نستمع في الجزء الأخير من المحاضرة بعد الساعة 11:30 إلى أسئلة السادة الحضور ومداخلاتهم مع ضيفنا الكريم. أترك الكلمة الآن للأستاذ الدكتور عصام القطقاط.
دكتور عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير، ونرجو أن يكون لقاء مبارك، لأننا في شهر مبارك، في ليلة طيبة، ذكرى غزوة بدر الكبرى، الفتح الإسلامي الأول، التي يقول الله فيها: وكان قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، وعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله دائما. هذه الفرصة الطيبة من الدارين التي أكرمتنا كمؤسسة مجتمع مدني تهتم بلغة العرب، لسانهم أداة تجميعهم، أس الحضارة العربية والوحدة العربية والنهضة العربية. ودائما نقول: حب العرب من حب الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم، النبي العربي العدناني، ومحبته الواجبة على كل مسلم توحي لنا جميعا أن نكون أهلا لمحبة لغته، واللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لخاتم كتبه القرآن الكريم. وكذلك جعلناه قرآنا عربيا. ونحن نقول إن واجبنا كمجتمع أن نعين الشاب والصبي والأسرة في العناية بهذه اللغة التي تكاد للأسف، وإن شاء الله لا يكون هذا أبدا، تكاد تضيع منا. لغتنا هي هويتنا، هي وحدتنا، هي كرامتنا، هي تعارف وتآلف دائم بين أكثر من 20 دولة، بل وبيننا كدول عربية والدول الإسلامية الأخرى التي تقرأ القرآن بالحرف العربي، وكثير منها يستخدم الحرف العربي في لغته كالباكستان وإيران.
حبنا لهذه اللغة جعل منها أداة للتواصل الدائم بيننا وبين بعضنا وبيننا وبين الآخرين. الآن أنا أرجو من زميلي الأستاذ محمد صلاح جمالي أن يبدأ معي حوارا، لأن هذه وسيلة أيسر علي فيما يحسه هو من أحبابه وزملائه وتلامذته، وأنا علي أن أجيب كأخ كبير ووالد لهم جميعا. تفضل يا دكتور محمد. في البداية أحب أن أتوجه بسؤال إلى الأستاذ الدكتور عصام القطقاط حول جمعية حماة اللغة العربية والدور الذي يمكن أن تقوم به وتقوم به بالفعل في خدمة اللغة العربية من خلال انضمام حضرتك لمجلس إدارتها في الآونة الأخيرة، حتى يتعرف كل الشباب المصري والعربي على ذلك الجهد التطوعي قبل أن نبدأ في الخوض في القضية بشكل عام. أنا لم أسبق الأستاذ محمد صلاح بوقت كثير في الجمعية، وأنا جئت بعد تأسيسها فعليا وبمجهود جميل 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 ومخلص من أستاذنا الأستاذ طاهر أبو زيد الإذاعي العظيم الإعلامي الخطير النائب المحترم والوالد والأخ الأكبر الكريم، وكان هذا في حوالي عام 2000 ميلادية بعد أن لاحظ إهمالا كبيرا للغة وفي عموم المجالس حيث استخدام اللغة العربية قليل واستخدام اللغات الأخرى كثير، الأمر الذي أزعجه وأصر مع أحبابه في حينها ومعه الوالد الكريم الأستاذ الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية والأستاذ فؤاد فهمي الإعلامي القدير وأستاذنا جميعا الأستاذ عبد الوهاب قتاية وجميع الزملاء حتى لا أنسى أحد، فكلهم صاحب فضل علينا. هذه الجمعية التي استقرت في الوجدان قبل أن تستقر في المكان استطاعت تجذب إليها أحبابا كثر محبين للغة، منهم أستاذ اللغة ومنهم طبعا الإعلامي ومنهم المهندس ومنهم الطبيب ومنهم أستاذ الجامعة ومنهم صاحب المهنة المحب للغة العربية، وكل هؤلاء اجتمعوا على حب اللغة ومحاولة إصلاح ما أفسده الجو العام علينا جميعا وبخاصة على أطفالنا وعلى شبابنا، والله المستعان. إذا أردت أن أتوجه بسؤال إلى الدكتور عصام القطقاط حول اللغة العربية والمؤسسات الحكومية في البداية قبل أن نتحدث عن منظمات المجتمع المدني، كيف ترى الدور الذي تقوم به مجامع اللغة العربية في مصر والدول العربية حاليا وما هو المأمول منها في الفترة القادمة؟ المجامع في عموم الوطن العربي لا شك أنها تؤدي دورها، ولكنه دور ناصح، وإن كان هناك خطوة
طيبة قد نتج عنها صدور القرار رقم القانون رقم 112 لعام 2008 بإلزام الجهات الرسمية بتنفيذ قرارات المجمع عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يتبعها المجمع. وإن شاء الله في القريب نحن نناشد من كل قلبنا أن يكون مجمع اللغة تابعا لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء مباشرة، حتى يكون للتوصيات مجال للتنفيذ بغير تردد ولا تلكؤ. هذا عن مجمع اللغة العربية. إذا انتقلنا إلى مؤتمر المجمع الذي انعقد خلال شهر مايو الماضي ودار حول اللغة العربية ومؤسسات المجتمع. كيف ترى الدور الذي تقوم به مجامع اللغة العربية في مصر؟ استقرت في الوجدان قبل ان تستقر في المكان، استطاعت تجذب اليها احبابا كثر محبين للغة، منهم استاذ اللغة، ومنهم طبعا الاعلامي، ومنهم المهندس، ومنهم الطبيب، ومنهم استاذ الجامعة، ومنهم صاحب المهنة المحب للغة العربية. وكل هؤلاء اجتمعوا على حب اللغة ومحاولة إصلاح ما أفسده الجو العام علينا جميعا، وبخاصة على أطفالنا وعلى شبابنا، والله المستعان. إذا أردت أن أتوجه بسؤال إلى الدكتور عصام القطقاط حول اللغة العربية والمؤسسات الحكومية في البداية، قبل أن نتحدث عن منظمات المجتمع المدني، كيف ترى الدور الذي تقوم به مجامع اللغة العربية في مصر والدول العربية حاليا، وما هو المأمول منها في الفترة القادمة؟ المجامع في عموم الوطن العربي لا شك أنها تؤدي دورها، ولكنه دور ناصح. وإن كان هناك خطوة طيبة قد نتج عنها صدور القرار رقم القانون رقم 112 لعام 2008 إلزام الجهات الرسمية بتنفيذ قرارات المجمع عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يتبعها المجمع. وإن شاء الله في القريب نحن نناشد من كل قلبنا أن يكون مجمع اللغة تابعا لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء مباشرة، حتى يكون للتوصيات مجال للتنفيذ بغير تردد ولا تلكؤ. هذا عن مجمع اللغة العربية. إذا انتقلنا إلى مؤتمر المجمع الذي انعقد خلال شهر مايو الماضي ودار حول اللغة العربية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو أمر قريب جدا من محاضرة اليوم، وحضرتك بالطبع كنت من المشاركين في ذلك المؤتمر. انطباعات حضرتك عن ذلك المؤتمر إيجابا وسلبا،
وكيف يمكن لمجمع اللغة العربية أن يتفاعل مع المنظمات والجمعيات الأهلية فيما بعد؟ انعقاد المؤتمر في ذاته خطوة عظيمة قيمة مقبولة محببة إلى النفس، وطبعا المجهود الذي بذل مجهود عظيم، ولا ننسى أبدا الرعاية الجميلة لرئيس المجمع أستاذنا الأستاذ الدكتور محمود حافظ دنيا، والرعاية الجميلة لأستاذنا الدكتور كمال بشر، والرعاية الشاعرة لأستاذنا الشاعر الجميل المحبب لنا جميعا من أكثر من 40 عام الأستاذ فاروق شوشة، جزاه الله عنا كل خير، ومجهودات مشكورة مشكورة مشكورة. أما العتاب فهو الفرصة المتاحة للمحبين لهذه اللغة حتى يتكلموا ويقولوا ما بصدورهم نحو المجمع كجهة نقدرها جميعا ونضعها تاجا فوق رؤوسنا، ونحو المؤسسات الأخرى مؤسسات المجتمع المدني التي هي روافد للمجمع تعينه إن شاء الله على الوصول إلى قرب الكمال، ولا نقول الكمال، والله المستعان. هذا العتاب وجه إلى مجمع اللغة العربية في دورته أو في مؤتمره في الشهر أو في شهر مايو الماضي. إذا تحدثنا عن الجمعيات الأهلية الموجودة في مصر والمهتمة باللغة العربية، وقد تم التنويع عنها في بداية المحاضرة، جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية، جمعية المصرية لتعريب العلوم، الجمعية المصرية لهندسة اللغة، وحضرتك تشارك بكثافة في كل هذه الأنشطة مع هذه الجمعيات الزميلة. كيف ترى دور هذه الجمعيات، وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجمعيات تعاونا مع جمعية حماة اللغة العربية من جهة، وغير ذلك من الجمعيات الأهلية ومجمع اللغة العربية من جهة أخرى؟ كلنا يتبع أسلوب إن شاء الله هو الأسلوب السليم في تحبيب اللغة للناس. مقولة للمربي الشاعر المعلم الأستاذ الدكتور كمال بشر: اسمع وأسمع، كما نقول حصة المطالعة. أين حصة المطالعة يا سادتي يا أساتذة اللغة العربية في كل الدول العربية؟ أين حصة المطالعة والتصحيح للطالب كل مع كل كلمة في حينها بلا زجر ولا لمز ولا خشونة تبعده عن اللغة العربية؟ اللغة العربية يا سادة ليست ألفاظا عسيرة أبدا، نحن نطلب اللغة الصحيحة السليمة السهلة السلسة فقط. جميع مؤسسات المجتمع المدني تجتمع وتنفض حول ذلك، نرجو لها لقاءات أكثر وتحديد أكثر، وأن يكون دائما هناك وصول لملخص لما تفعل هذه الجمعيات، يصل بأسرع ما يمكن إلى مجمع اللغة العربية، يصل دائما إلى مجمع اللغة العربية. فالروافد لابد أن تصب في النهر ليستفيد منها الناس في خصوبة لغتهم. هذا بالنسبة للجمعيات الأهلية الموجودة في مصر، وربما نادى البعض بإنشاء الاتحاد النوعي
للجمعيات المهتمة باللغة العربية في مصر أو على مستوى الوطن العربي. ماذا لو تم عقد مؤتمر موسع لهذه الجمعيات ولو على شبكة الإنترنت من خلال ملتقى الدارين، من ممكن أن نتصل بزملائنا الذين تربطنا بهم صلات طيبة في مختلف الدول العربية كما ذكرت في المغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية وسوريا، وأيضا جمعية فعل أمر فتاني أن أذكر هذه الجمعية المهتمة باللغة العربية خاصة للأطفال، أن نفعل ذلك من خلال ملتقيات على شبكة الإنترنت نظرا لصعوبة تجمع هذه الجمعيات في مكان واحد للإمكانات المادية أو الإمكانات البشرية، فأتمنى أن يتم التفعيل أكثر من ذلك. ماذا لو تم ذلك من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت؟ هل تستطيع هذه الجمعيات أن تحقق شيئا بعد أن لم تنجح في تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ أنا يعني سامحوني إن السن له حكمه، فأنا قد بلغت الآن 68 هجري، 66 ميلادي. استخدامي للإنترنت عبارة عن إن أحد الأبناء أو الأحفاد يفتح لي الكمبيوتر لأبدأ بعض الأشياء القليلة. استخدام الشباب بكثافة لهذه الأداة الجميلة الميسرة الآن، أعتقد ميسرة جدا للجميع، استخدام إن شاء الله يكون له مردود طيب، مع الحفاظ على ما ينسخ بطريقتنا المعروفة وما يكتب باليد أيضا، لأن له جمال خاص، ما يكتب باليد له جمال خاص، ولقاءاتنا على الإنترنت لا مانع منها أبدا، بالعكس أنا أشجعها وأحييها وأشكر القائمين عليها، ولكن أرجو أيضا أن نجتمع نحن بأنفسنا مع كوب من الشاي في بيوت الأحباب وفي المجالس وفي الأندية المتنوعة، ليكون التعارف ويكون التآلف، وكلتا الطريقتين تثمر بشكل جميل جميل جميل. ونحن في شهر رمضان المبارك والأعمال الخيرية والتطوعية تكثر في ذلك الشهر، إذا أردنا أن نوجه كلمة إلى الشباب المصري والعربي للتطوع في الأنشطة الثقافية والعلمية كمنطقة دارين أو الجمعيات الأهلية المهتمة باللغة العربية وغيرها من الجمعيات، يعني التطوع معروف لدى الشباب المصري والعربي يكون غالبا في الأنشطة الاجتماعية في رعاية الأيتام المسنين وما إلى ذلك، لكن التطوع في المجال الثقافي والعلمي كيف يراه الدكتور عصام؟ كل مؤسسة يقوم العمل بتاعها على التطوع، فأنا كنت دائما أسأل هذا السؤال ولا أمل، من أين التمويل؟ فإن قالوا من الأعضاء مرحبا، إن قالوا فيه محاولات لحث الحكومات على مساندة هذه الجمعيات كنت أفرح جدا، لأن المساندات الحكومية بتبقى مساندات قيمة ومؤثرة فعلا، والرقابة المالية مش صعبة على الحكومة بأجهزتها المختلفة، بالعكس النقابات عليها رقابة مالية من نفسها ومن خارجها، المؤسسات المدنية لا يمنع أبدا أن يكون عليها رقابة من الشؤون الاجتماعية ومن غيرها، والتمويل ضرورة ضرورة ضرورة. بقي سؤال، هل تمويل هذه الجمعيات له ثواب؟ نعم له ثواب إن شاء الله. طيب يعتبر زكاة مال؟ هذا أمر لا أفتي فيه، على المهتمين أن يقولوا كلمتهم في ذلك تشجيعا لهذه المهمة الخطيرة حتى لا تضيع منا اللغة. ولكن التطوع أيضا قد يكون بالمجهود، المتطوعون الشباب قد يساعدون هذه الجمعيات وغيرها من المؤسسات الثقافية والعلمية بمجهودهم في مجال نشر العلم والثقافة بين مجتمعاتهم، كيف ننصح هؤلاء الشباب؟ نعم، المجهود علم، وأمير الشعراء رحمه الله ورضي عنه يقول
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فإذا كان حضرتك المتطوع رجل يبذل من جهده وعلمه قدر مستطاعه، علينا أن نعينه بالمال لينفق في أشياء لا يمكن التخلص منها، فيه مقر له إيجار أو له تسديد ثمنه، فيه استهلاكات، فيه عمال لابد أن يعطى العامل الأجر وهكذا. فإن شاء الله مع الوقت تكون هذه عملية ميسرة بإذن الله. ولدينا في ذلك الوقت نموذج جميل جدا، هو جمعية الدارين التي ترعى ذلك المنطقة، وهي جمعية أهلية أشرت حديثا في مدينة الصغر الإسكندرية، وتحاول الحفاظ على اللغة العربية من خلال مثل هذه اللقاءات والمنتديات. فأنا أحيي كل العاملين في هذه الجمعية المهندس إبراهيم وكل المتطوعين وكل المسؤولين عن هذه الجمعية وهذا المنطقة. لكن أتمنى أن أعرف انطباع الدكتور عصام عندما دعي لأول مرة لإلقاء محاضرة عبر ذلك الموقع من خلال شبكة الإنترنت، وهو له باع طويل جدا في الأنشطة الثقافية المصرية ومعروف جدا في كل المحافل الثقافية. انطباع حضرتك عن هذه التجربة الأولى؟ ما سمعته من أخي الأستاذ إبراهيم ومن المهندس محمد جزاهم الله عنا كل خير ووسطة الخير، الأستاذ محمد صلاح جزاه الله كل خير، أنا أشكر لهم جميعا هذا المجهود الطيب، وأرجو أن يستمر هذا المجهود قدر استطاعتهم ويتكرر، وأرجو أن يقيم أيضا يعني كم شخص يدخل على هذا الموقع ويستفيد منه. طيب ما هي أسئلة هؤلاء التي تدور في رؤوسهم؟ وهذه الأسئلة هي التي تثري الكلام عن هذه المحاضرات، يعني هل هناك استفادة؟ طيب هل هناك في داخل كل شخص سؤال يريد أن يسأله؟ طيب هل هو يحب اللغة العربية؟ نعم أحبه، ولكنها صعبة. ليه؟ عشان التدريس صعب، وعشان الاتصال مثلا صعب أو سهل، وعلشان من يدرس هذه اللغة عنده المقدرة نعم، لكن ما فيش الإمكانيات التي تتيح له. ليه؟ أساتذة اللغات الأخرى يجدون وسائل تعليمية كثيرة كثيرة لكل ما يشرحونه، وليه أستاذ اللغة العربية لا يجد مثل هذه الوسائل وبنفس السهولة؟ لماذا؟ ولماذا يختارون له ألفاظا صعبة غير محببة للنفس ليدرسها للطلبة إجبارا؟ ولماذا يرهقونهم بحصص القواعد والنحو؟ لماذا لا تكون حصص المطالعة والنصوص السهلة والشعر الرقيق هي الغالبة؟ كيف ترى حضرتك دور الحكومات العربية والمؤسسات الحكومية التابعة لها في دعم الجمعيات الأهلية المهتمة باللغة العربية في هذه البلاد؟ الحقيقة تقال، كثير منهم يبدي التعاطف الشديد، فعلا تعاطف شديد، ولكن هل هناك ربط فعلي غير التعاطف؟ هل هناك ارتباط؟ هل هناك تنفيذ لتوصيات؟ هذا هو المطلوب. بالتأكيد لا يمكن أن تفوت هذه الفرصة الذهبية، ونحن نلتقي مع الدكتور عصام القطقاط الشاعر والشاعر الفصيح والمفوه وصاحب القدرة الإبداعية العالية في مجال الإبداع الشعري، فلا بد أن نستمع ويستمع جميع الحاضرين معنا إلى شيء من إبداعه الشعري. والله أنا يعني أحاول أن أختار قليل عشان وقتكم. لا، وفي ما
طلب السيدة حيسألوا عن الأستاذ. نعم يا فندم، تحت أمرك. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. في حب الله تعالى، كل من أوصل لله العلي فهو في الأطهار بر وتقي، لا يداني الله في عليائه خلقه حتى وإن كان نبي. وأقول لله خلق وأمر، كلاهما فوق منعي، يا نفس يسرت للخير في الخلائق فاسعي. وفي هذه الأيام المباركة يكون مدح سيد الخلق هو العطر المؤنس المحبب، أبدأه بأبيات لسيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي استسقى به أمير المؤمنين عمر بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال هذا عم نبيك يا ربي فنحن نستسقي به. يقول العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة حين ألجم قوم نوح الغرق، وردت نار الخليل مستترا في صلبه، في صلبه أنت كيف يحترق، صلى الله عليه وسلم. وأقول أبيات لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله ورضي عنه، يخاطب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول مولاي وفدك من كل الورى جاءوا، فجد عليهم بما شاءوا لمن شاءوا، وفوق ما عرفوا من فضل ربهم ما قد عرفت، وكم لله آلاء، ناولهم من فيوض الله رزقهم فأنت قاسمها والله معطاء. وفي قصيدة الشيخ الشعراوي عن الهجرة النبوية الكلام الجميل عن المدينة المنورة طيبة الطيبة، يقول فيها أحمدي السماح والإيثار، لك إرث يا طيبة الأنوار، وجمال الجلال فيك عريق، لا حرمنا ما فيه من أسرار، تجتلى عندك البصائر معنا فوق طوق العقول والأبصار، ومن الحسن ما يضيق به الحس وعن فاقد الهوى متواري. ومن أبيات لي قلتها للشيخ الشعراوي رضي الله عنه ورحمه في مرضه الأخير وكان في لندن، تحية كتبتها وأنا في الطائرة في طريقي إليه، قضى الله لي بالخير من فيض فضله، فأشربت حبا للرسول وآله، وأغضضت طرفي عن سواهم بمدحتي فهم أهلها، والحق أولى بآله، لآل رسول الله في قلبنا سنن، وكم لعباد الله نور بآله، فما محسن في الذاريات سوى لهم تبيع، فإحسان الأنام بآله. وفي آية الشورى بتلت مودتي وأيقنت أن الله يجزي عناله، هم بعد ذكر الله ميراث رحمة، على المنذر الهادي سلام وآله. والشيء بشيء يذكر، بعد أن استمعنا إلى شعر الدكتور عصام وشعر الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، نتمنى أيضا أن نستمع
في لمحة إلى اللغة العربية عند الشيخ محمد متولي الشعراوي. أعلم أن ذلك يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات كثيرة جدا، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فلو في دقائق معدودة نستمع إلى الشيخ الشعراوي لغويا، وكيف كانت اللغة حتى تكون قدوة لكل الشباب المصري والعربي. الشيخ الشعراوي كما كان يقول دائما: أراد الله لي أن تكون صداقاتي دائما لمن هم أكبر مني سنا. ومن صغره كان إذا حاول أن هو يمازح شباب صغير في سنه أو كذا، يجد من يقول له بذوق يعني وبغير شدة ولا أذى، يقول له يعني: لا لا يا شيخ، لا لا، انت راجل حافظ كلام ربنا، انت راجل ازهري، انت راجل كذا. فكان صحيح في مزاح بس يعني مخفي شوية، ولكن العموم كان مجالسة من هم اكبر منه سنا دائما، فسمع منهم الكثير الكثير الكثير. الشيخ الشعراوي بعد حفظ القرآن في حوالي سن 10 أو 11 كما قال لي، توجه وكان قد أحسن الكتابة والحساب في الكتاب أيضا، توجه إلى المعهد الأزهري بالزقازيق. ما كانش لسه بقى المدن الأخرى فيها معاهد أزهرية، وبدأ المشوار الطويل اللي كان يعب فيه من العلم الكثير في عمومه، ويستمع إلى الكثير الكثير من العلوم الأخرى غير اللغة العربية أيضا. وأعتقد أن هذه كانت سبب لإقناعه للناس عند الكلام، لما يتكلم يستطيع أن يقنع الجلساء بأشياء من الحياة خبرها ومن العلوم الأخرى عرفها. أرجو أن كل معلم يكون شامل، ما يكونش متخصص بالدقة المتعبة اللي وصلت عند البعض، يقول ذهبت لإجراء جراحة في يدي اليمنى ففوجئت بعد حجز وأيام طويلة بل أسابيع إن الدكتور بيقول لا، أنا متخصص في الكف الأيسر وليس الأيمن، عليك أن تحجز مرة أخرى. يعني انا اعتقد هذه تصعيب وليست تيسير ابدا، يعني تكون دي في اماكن بحثية فقط، مش متاحة، يعني ما تكونش امام الناس بهذه الصعوبة، يقول انا في هذا الجزء فقط والباقي مش هعمل لك حاجة. بالعكس، لازم تساعده لغاية ما يروح للمتخصص الدقيق زي ما حضرتك طالب منه. الشيخ الشعراوي في حبه للغة كان يقول: اذا لم تكن اللغة ملكة فتوقع صعوبة في الشخص الذي يدرسها وفي الطالب الذي يتلقى عنها، لابد أن تصبح ملكة عند مدرس اللغة، لابد أن تكون اللغة العربية ملكة مثلها مثل المهن الأخرى اللي بتؤخذ بتلقائية ويسر وسهولة. قد استطاع الشيخ الشعراوي، وأنا آسف للإطالة، ان هو يجعل من الشعر الجميل بتاعه وبخفة وبسلاسة اداة لتوصيل المعاني الى المستمع. فاذا قرأ الشيخ الشعراوي سورة الكهف ووجد الباطن الذي يحرس الظاهر، يقول لهذا المخلوق العبد الطيب الذي يحب الله ويحب الرسول ويحب أن يكون على دين صحيح: إذا وجدت في الظاهر أذى وضيقا فاعلم أن في الباطن يسرا واتساعا. نعم، مثلا يقول: لا تشقي نفسك غما من كل هم ألم، وافزع إلى الكهف واقرأ أما وأما وأما.
الأمور الصعبة التي قام بها العبد الصالح، وسيدنا موسى استغربها وأنكرها إنكارا شديدا. ليه؟ لم يعرف ما وراء الأمر. يقول الشيخ الشعراوي مثلا في جريان حكم الله سبحانه وتعالى علينا كبشر قضاء وقدرا، يقول فيها: سلم لربك حكمه فلحكمة يجريه حتى تستريح وتسلم، واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال ربهما فلما أسلما. فلما أسلما والأمر لك يا ربي، السكين لم تذبح وسيدنا إسماعيل لم يذبح وسيدنا جبريل أتى بالذبح العظيم. الشيخ الشعراوي في أمور الحياة التي تضايقنا من عموم الناس نساء ورجالا يقول: يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. نعم، والأمر اللي احنا أنعم الله به علينا الحمد لله هو التسليم لله، والسجود هو أعلى التسليم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والعبد العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الشيخ الشعراوي يقول: والسجود الذي تجتويه فيه من ألوف السجود فيه وقاء. أنت تسجد لله وجبينك يخر لله ويتواضع أمام الله، فيكون من الله رفع هذا الجبين إلى أعلى، ومهما كان حوله فهو لا يرى في قلبه إلا الله. قبل أن تبدأ المداخلات في 11:30 كما نوهت في بداية المحاضرة، أحب أن أستمع إلى شخصين عزيزين سيكون الختام مسكنا إن شاء الله مع مضيفنا المهندس محمد زوبع، وأشكره كثيرا هو وأهل بيتي على كرم الاستضافة وهذه الأمسية الجميلة التي قضيناها معه. لكن أتمنى أن أستمع أيضا إلى أستاذنا في جمعية حماة اللغة العربية الأستاذ عبد الجلاب في لمحة سريعة، وهو كثير النصائح وكثير الاقتراحات وكثير النقد أحيانا لجمعية حماة اللغة العربية، فنرجو أن نستمع منه إلى رأيه في دور مؤسسات المجتمع المدني في النهوض باللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللغة العربية هي لغة القرآن، اللغة العربية هي لغة العرب، هي لغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الوحي بها على سيدنا محمد. فاللغة العربية محببة إلينا جميعا، وهي تاريخنا وهي ماضينا وهي كل شيء في حياتنا. فباللغة العربية احنا نكون نتعلم، والعلم باللغة العربية هو العلم الذي يجب أن نهتم به. وتعليم اللغة العربية من البداية، من الابتداء حتى الجامعة، يكون باللغة العربية، له قدر كبير في نجاح وفي تقدم العلوم المختلفة في الجامعات وفي التخصصات المختلفة. فباللغة العربية ننهض ونسير إلى الأمام، ويكون هذا هو سبيلنا. ويجب علينا جميعا أن نتمكن وأن نسير في طريق اللغة العربية، وأن نحافظ على اللغة العربية، وأن نتمكن منها من في الدراسة، وأن نستوعبها
وأن يعني نحافظ عليها ونحاول في المدارس التجريبية أن نهتم باللغة العربية كأساس في اللغة العربية، وتكون الدراسة باللغة العربية في المدارس التجريبية الحكومية وغير الحكومية في المراحل الأولى. يجب أن نهتم باللغة العربية وتكون الدراسة باللغة العربية، وتكون على المستويات المختلفة من الابتدائي حتى الجامعة، ونشجع اللغة العربية حتى نهتم وحتى نتقدم في العلوم الأخرى باللغة العربية. وأنا أشكر أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد صلاح على علمه وعلى اهتمامه وعلى الأسلوب الطيب وعلى اهتمامه باللغة العربية مع أستاذنا الفاضل الدكتور عصام قطقاط والبشمهندس محمد على هذه الندوة الجميلة الطيبة في الشهر المبارك، لعل وعسى أن تكون نتائجها خير ولصالح اللغة العربية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشكر المهندس أو الأستاذ عبد الجلاب عضو جمعية حماة اللغة العربية على ذلك التعليق. وقبل أن تكون المداخلات مع الدكتور عصام التي أتمنى أن تكون مكثفة وفي موضوع المحاضرة، أنتقل الآن إلى المهندس محمد زوبع وأشكره للمرة الثالثة والرابعة على ذلك المجهود الطيب معنا ومع ملتقى الدارين بشكل عام، وأتمنى أن يتولى تعريف الدكتور عصام وكل السادة الحضور بالأسئلة النصية التي وردت إلينا عبر الموقع الإلكتروني لملتقى الدارين. وأشكر المهندس إبراهيم نصر على تعاونه المستمر معنا، وإن شاء الله ستقوم جمعية حماة اللغة العربية وكل أساتذتها وأعضائها ومتطوعيها في الفترات القادمة بمجهودات أخرى مع ملتقى الدارين في مجال المحاضرات الثقافية، في مجال الورش التدريبية المجانية وغير ذلك من الأنشطة التي تستطيع جمعية حماة اللغة العربية القيام بها. الكلمة الآن للمهندس محمد زوبع ليتولى تنسيق الأسئلة مع الدكتور عصام. السلام عليكم. أتمنى دلوقتي اللي عنده أسئلة يتفضل. أنا شايف الجروب بدأ فعلا في الكتابة، تفضلوا يا جماعة. الأسئلة اللي عايز يطلب صوتي بالمداخلة أنا ممكن أنيله المايك، واللي أفضل الكتابة عشان شوشرة الصوت. تفضلوا. انا شايف ناس بتكتب بس لسه ما وصلتش الاسئلة. ايوه، جمعية الدارين الخيرية تعليم عن بعد تشكر جمعية حماة اللغة العربية والدكتور عصام على هذه الدورة الرائعة. متشكر للاخ محمود سامي. هل في اي اسئلة من الاخوة؟ اي اقتراحات للجمعية سواء ملتقى الدارين او حماية اللغة العربية؟ تفضلوا. وفي بالفعل ناس بتكتب. دور المدرسة الابتدائية، واحد بيقول كيف نحافظ على اللغة العربية وكيف نستطيع ان نتعلمها. معاك الدكتور عصام. اللغة العربية تعلمها الاساسي داخل الاسرة منذ بدء
الطفل للنطق، فهي لغة الأم. والتوصية العالمية هي أن يتعلم كل طفل لغة الأم حتى سن محددة اختلف فيها علماء التربية. منهم من قال إلى 6 سنوات ما يدخلش عليه لغة أخرى، ومنهم من قال إلى 12 عام. وأنا أرى إن كل مجتمع هو الذي يختار الظروف التي تساعده في تعلم اللغة بسلاسة وبسهولة. وهناك من المهتمين باللغة من قام بعمل دراسات مكثفة ومعه الأوراق اللازمة، ومنهم أستاذنا الدكتور توفيق برج الذي قام بمحاولة جميلة، لأنه أقام في ألمانيا سنين طويلة وعلم الطفلة، وهو عضو الجمعية أيضا، أستاذنا كلنا عضو جمعية حماة اللغة العربية، وهو أستاذ أزهري مهتم باللغات غير العربية أيضا. الطريقة التي يتعلم بها الطفل في ألمانيا في مدارس معينة ساعده عليها المجتمع الألماني، يستطيع أن يتعلم اللغة قبل أن يكتب، وهذا مشوار جميل يا ريتنا كلنا نقوم به. أنا شايف فعلا اقتراحات كويسة، ففي الأستاذ محمد بيقترح عمل معسكرات ترفيهية للأطفال يكون فيها دورات لغة عربية. الأستاذة حنان بتسأل سؤال كويس، بتقول هل الجمعية قامت بأي خطوات تفعيل في المدارس اللغات والتجريبي للحفاظ على الهوية العربية، خاصة ان هذه المدارس لا تعتمد اساسا على اللغة العربية وبتعتبر اللغة الام فيها هي اللغة الاجنبية. معنا الاخ الكريم الاستاذ الدكتور محمد صلاح، مشكورة. انا استاذن بس حضرتك بالنسبة للسؤال الخاص باللغة العربية والاطفال والمعسكرات، هو اقتراح جميل جدا، وكما ذكرت منذ قليل هناك جمعية فعل امر في العاصمة اللبنانية بيروت تهتم باللغة العربية للاطفال، ورئيسة الجمعية الزميلة سوزان طلحوق، وقد التقت باستاذنا الاستاذ فؤاد فهمي امين عام جمعية حماة اللغة العربية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعاصمة السورية دمشق. بالفعل تواصلت معها، وهي تنظم مجموعة من الفعاليات للأطفال في الشوارع كالرسم على الأسفلت، كوضع بعض اللافتات على الأشجار وأعمدة الإنارة، عمل بعض الورش الفنية وبعض البرمجيات للاهتمام باللغة العربية. وقد طالبت أن تأتي إلى مصر تعاونا مع جمعية حماة اللغة العربية لتفعيل مثل هذه الأنشطة إذا تيسر ذلك وتوفرت الإمكانات المادية. ربما نفعل ذلك، إذا تعذر ذلك ربما نحاول أن نستفيد من خبراتها في ذلك المكان ونقدم شيئا من هذا القبيل في الفترة القادمة. أما بالنسبة للمدارس التجريبية ومدارس اللغات ومدى اهتمامها باللغة العربية وما الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية في ذلك الأمر، فأترك ذلك لأستاذي الدكتور عصام. وبالنسبة لزياراتنا للمدارس التجريبية، للأسف يعني للأسف أنا أعتقد أنها قليلة، وأنا شخصيا ما رحتش مكان زي كده. أنا أنصح بس يعني إذا قابلت أحد المعلمين فيها أو المسؤولين أدي نصيحتي، فيكون الرد جاهز أن حصة اللغة العربية بتحترم عندنا، ولكننا نهتم باللغة الأخرى، لأن الطالب بتاعنا بعد ذلك سينزل إلى سوق العمل. فإذا تقابل مع مسؤول في بنك كبير مثلا او في مؤسسة كبيرة او في شركة خاصة، يكون كل الاسئلة الموجهة هي اللغة ثم اللغة ثم اللغة ثم الامور الاخرى. ارجو ان تكون ان يكون مفهوما لدى الجميع ان حسن اللغة العربية هو شخصية للإنسان، هو
التعارف للشخص البسيط، وغالب المجتمع بتاعنا اشخاص بسطاء طيبين، لابد ان تستطيع ان تتفاهم معهم وتكتب لهم بلغتهم وتقرأ معهم بلغتهم وتحاورهم بلغتهم، وليتها تكون لغة عربية صحيحة سهلة. الأستاذ محمد بيقول باختصار، كيف نتعلم اللغة، نعلم اللغة العربية لأي شخص لا يتحدث بالعربية، وكيف نعمل على انتشار اللغة العربية؟ بالنسبة لتعليم اللغة العربية للأجانب، أعتقد أن موقع ملتقى الدارين توجد فيه دورات مجانية في ذلك الإطار، وأيضا حماة اللغة العربية تبنت في الشهور الماضية مبادرة تطوعية لتعليم اللغة العربية للطلاب الأفارقة غير القادرين، تعاونا مع الجمعية الإفريقية بالزمالك وبعض الجمعيات الأهلية الأخرى المختصة مثل جمعية أصدقاء الطالب الوافد التي يتولى رئاستها أيضا أستاذنا الدكتور مسعد عويس عضو مجلس إدارة حماة اللغة العربية. وأتمنى أن تفعل هذه المبادرة قريبا على أرض الواقع بعد شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مبادرة تعليم اللغة العربية التطوعية من خلال موقع ملتقى الدارين، وإن كنا نستطيع أن نسهم بأي شيء في ذلك المجال فأتمنى أن يكون ذلك الأمر في الفترة القادمة. أما كيف ننقل اللغة العربية إلى غير الناطقين بها فأترك للدكتور عصام النصيحة في ذلك الإطار. غير الناطقين باللغة في مجالات كثيرة، الأزهر الشريف لديه معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، جهات من الترجمة، أعتقد كان فيها الدكتورة العطار، الدكتورة هبة العطار كانت برضو مهتمة بهذا عن طريق الترجمة، في الجامعة برضو مثل هذه المجهودات الطيبة، واعتقد انها بتؤخذ بطريقة منهجية واضحة. اما الاشياء اللي هي بين شخص واخر فهذه كثيرة يعني لا تحصى. احنا كنا، انا كنت طالب في كلية الطب ومعي زميل نيجيري كان، انا اذكر اسمه الى اليوم، اسمه ابنيالي اكبارا، ليته يكون يسمعني الان ونسعد بصوته بعد 40 سنة. الراجل ده في مرة وجدته يتكلم معي بعض كلمات باللغة الفصحى، يقول اريد ان تعلمني بعض كلمات عربية صحيحة وانا احسن لك لغتك الانجليزية، وقد كان، وارجو ان يكون هذا منوال يسير عليه غالبنا في الاماكن المتعددة، لان انا اعرف ان في كثير من الاخوة العرب يعملون مع اجانب. ايه ما المانع ان تعلمه اللغة العربية بطريقة سهلة وان تتعلم منه تحسين لغتك الاخرى؟ سؤال ايضا للاستاذة حنان بتقول، هل هناك طرق معينة لتدريس اللغة العربية للاطفال في سن ما قبل المدرسة وسن الصفوف الاولى من المدرسة بحيث نربي اطفالا تتحدث العربية بطلاقة من نعومة اظافرها؟ انا بشكر الاستاذة حنان على تفاعلها مع هذه الندوة، وكما قلت من قبل في جمعية فعل امر وتجربة الزميلة سوزان طلخوك، هناك ايضا كما ذكر الدكتور عصام الاستاذ الدكتور توفيق برج الاستاذ بكلية اللغة العربية كلية اللغات والترجمة بالقاهرة جامعة الازهر الشريف وعضو جمعية حماة اللغة العربية، لديه العديد من البرمجيات لتعليم اللغة العربية للاطفال، وهو يحاول ان يطبق هذه الفكرة منذ عدة سنوات، ولكن الروتين الذي يعتري وزارة التربية والتعليم المصرية وغيرها من المؤسسات الحكومية ربما حال دون تطبيق هذه الفكرة. هناك بعض المحاولات الأخرى التي تحاول أن تطبق تعليم اللغة العربية للأطفال، عندما نذهب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب نجد بعض دور النشر العربية الخاصة للحكومية تقدم بعض البرمجيات، بعض الوسائل التعليمية، بعض الكتب المنصرة لتعليم اللغة العربية للأجانب، وهناك في مجمع اللغة العربية المصري محاولة لإنتاج أو إصدار معجم
مصور للأطفال، أتمنى إن لم يكن قد ظهر أن يظهر إلى النور قريبا، لكن أتمنى أيضا من الجهات المعنية بالطفولة ككليات رياض الأطفال والجامعات أن تهتم أكثر باللغة العربية تعاونا مع الجهات المختصة في كليات الأداب وأقسام اللغة العربية ودار العلوم والأزهر الشريف. سؤال آخر أضيف إلى زميلي الدكتور محمد صلاح، أن هناك دور ولنا أن نقول الآن يعني أن في مؤسسات عندنا جميلة جميلة إلى حد كبير، أذكر منها الآن رامتان طه حسين والقائم عليها الأستاذ محمد نوار، هذا الصحفي البارع والإعلامي الجميل والرجل المحايد، فهو يسمع لكل الآراء ويمكنها أن تتكلم، وهذه ميزة كبرى لدرجة أنه وفي مكان هو شخصية طه حسين وروح طه حسين، كان البعض يتكلم عن خصومات لأساتذته مع عميد الأدب العربي، وكان يترك له المجال ليقول ما يريد ويرد عليه الحاضرين. كذلك في أماكن أخرى تهتم أيضا باللغة العربية، منها ساقية الصاوي بإشراف الحبيب ابن الحبيب معالي المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، هذا الرجل اللي اعتقد ان الثقافة هي جزء من كيانه، وهو ايضا في المنشور الشهري يترك مجال كبير لاشياء عن اللغة العربية في النحو، في تعليم طريقة الكلام، في الاخطاء الشائعة وتصحيحها. اشكر له هذا، واشكر لكل من يقوم بمثل هذا الدور في، وارجو اني لا انسى احد ابدا منهم ان شاء الله، وكما قال زميلي الدكتور محمد صلاح ان كل مجهود يفعله شخص ابدا لن يضيع. انا بني للدكاترة رأي الاخوة اللي على الموقع بيقولوا لهم ان الكتاتيب كان ليها دور في تعليم اللغة العربية في الماضي. في اخ من الاخوة بيقترح ان شرط دخول المدرسة يكون حفظ جزء من اجزاء من المصحف وتتابع ذلك حتى الثانوية، وبيؤكد موقع ملتقى الدارين بداية دورة لغة عربية للناطقين بغير اللغة العربية ابتداء من اليوم بالموقع. بنشكركم جميعا، وهل في اي اسئلة للدكتور عصام او الاساتذة الموجودين؟ طيب الدكتور عصام هيختم. انا اشكر لكل من شارك حقيقة، واعتبر حب اللغة فقط عند الشخص وان لم يحسنها، اعتقد ان هذا عامل ايجابي كبير يجب ان يشجع. نحن معنا في حماة اللغة العربية عدد لا بأس به يطلب من الدكتور محمد صلاح مثلا ان يصحح له جملة، ما فيش مانع ابدا. معنا اساتذة لغة يأتون لإلقاء محاضرات ويرحبون بأي سؤال ولو كانت العربية بتاعته فيها بعض العسر، وبلك وإن كان الشخص الذي يتكلم وهب اللغة وتعلمها ودرسها فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن كانت صعبة عليه فلا بأس بذلك. إحنا القدوة القمة عندنا في هذا، وطبعا ولله المثل الأعلى، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، وهذه بشرى عظيمة. كالمجتهد الذي يصيب فله أجران والذي يخطئ فله أجر، فلا تخاف أبدا من أن تتكلم
اسمع كما يقول الدكتور كمال بشر، اسمع واسمع، وان شاء الله يكون لقاء خير باذن الله. ومعنا الدكتور محمد صلاح لاضافة اخيرة. انا بشكر حضرتك دكتور عصام القطقاط، عضو مجلس ادارة جمعية حماة اللغة العربية، الشاعر وزوج ابنة المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي، على هذه المحاضرة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في النهوض باللغة العربية. اشكر ايضا المهندس محمد زوبع الذي استضافنا في هذه الليلة الرمضانية الجميلة، عضو الجمعية والإنسان الفاضل الأستاذ عبدو جلاب، أشكره أيضا على حضوره وتواصله معنا. أشكر المهندس إبراهيم نصر المنسق العام لمنطقة الدارين وأسرة الجمعية وكل السادة الحضور، وأحب أن أنقل إليكم هدية جميلة جدا أرسلتها عبر البريد الإلكتروني للمهندس إبراهيم نصر، لعلها وصلت إلى بعضكم. ثلاثة كتب إلكترونية مهداة من الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض أستاذ الأدب العربي بكلية الأداب جامعة عين شمس، وكان المحاضر في ندوة الأسبوع الماضي أيضا عبر الموقع الإلكتروني. كتاب نساء في الإسلام وهو كتاب مترجم، كتاب الحضارة الإسلامية محور المحاضرة السابقة، كتاب في التصوف الإسلامي، وهذه الكتب هدية من سيادته لجمعية حماة اللغة العربية ولكل محبيها على شبكة الإنترنت. فأتمنى أن تستفيدوا من هذه الكتب وأن ترسلوا هذه الكتب إلى كل من يهتم بالقراءة والثقافة. والأستاذ عبدو جلاب في نهاية المحاضرة قبل أن نختتم بالمهندس محمد زوبع يريد أن يلقي كلمة أخيرة. وأشكر كل السادة والسيدات والشباب الذي شارك في هذه الندوة والذي كان له اهتمام بالمشاركة، وانه هو عنده احساس واحساس جميل ومشاركة طيبة في انه هو يهتم باللغة العربية ويساند اللغة العربية ويكون له دور ودور فعال في اللغة العربية. اشكركم والسلام عليكم، ومعاكم المهندس محمد. انا بشكركم جزيلا على حضوركم في المحاضرة ديت، وشكر جزيلا للدكتور عصام والاخوة الموجودين من جمعية حماية اللغة العربية، وتابعونا على موقع ملتقى الدارين في ندوات